أيها السادة، هي السيدات، يطيب لنا أن نتوجه إلى مطلبكم بهذه الرسالة، مرحبين بكم في مراكش، مدينة الملتقيات وحوار الحضارات، متمنين لكم المقابلة الطيبة بها، سائلين الله أن يكمل ملتقاكم بالنجاح والتوفيق في تجلية الحقيقة وتنفيذ الأفكار الخاطئة. فالموضوع الذي ستناقشونه هو حقوق الأقليات الدينية في بلاد الإسلامية، ما كان ليطرح من الناحية المبدئية بالنظر إلى ما هو معروف من أحكام الإسلام وهديه وتراثه الحضاري في هذا الباب، لكن الوقائع التي دعت إلى طرحه في هذه الظروف تستدعي من المسلمين أن يوضحوا أنها وقائع غير مستندة إلى أي نص، إلى أي نصوص مرجعية في الإسلام، وأن يبينوا إن كان الأمر يحتاج إلى بيان أن لبعض تلك الوقائع التي تخلعت بالدين سياقات وحيثيات لا تنوط إلى الدين المسلم. لذلك نعبر عن امتياحنا لانعقاد هذا المطلب بقصد التعريف بالقيم الصحيحة للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء. وإن مما يقوي أملنا في نجاحه لهو الحضور الوازن والمبروك الذي يجمع فعاليات دولية من المسؤولين أصحاب القرار ومن الشخصيات الممثلة لمختلف المواقع والمؤسسات الدينية ومن المهتمين النافذين من المفكرين والإعلاميين. وبهذه المناسبة نود أن نوه بالجهود التي بذلتها وزارتنا في أوقاف الشؤون الإسلامية لتنظيم هذا اللقاء وتحضيرنا وعقده في الرعاية السامة لجلالتنا. كما نود أن نعبر عن رضانا بما وقرت من أسباب نجاحه، ونعلن عن شكرنا لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يترأسه الشيخ عبد الله بن بية وتدعمه دولة الإمارات العربية المتحدة. أيها السادة، أيها السيدات، إننا في المملكة المغربية رانا مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل من يفعل ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين. ونحن في ابتداء هذا إنما نستلهم الفهم الصحيح لمبادئ الدين، كما نستلهم تراثنا الحضاري وتاريخ هذه المملكة العريقة في التعاون النبيل بين المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات. فالمرجع الأول للمبادئ التي نلتزم بها في هذا الموضوع هو القرآن الكريم الذي يعلن عن تكريم الله للإنسان من حيث هو إنسان. وفي سياق ترسيم هذه الكرامة أكد القرآن الكريم حقيقة كونية منبثقة عن المشيئة الإلهية، فتلخص في أن الله عز وجل تظن مشيئته أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم على نحو ما هم مختلفون في ألوانهم ولغاتهم وأعراقهم، وذلك ما وطن في نفوس المسلمين قبول التعددية. وقد أفاض القرآن في ذكر أهل الكتاب ذكرا أوجب على المسلمين الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتعظيم مقاماتهم، ودعا في الوقت نفسه إلى عدم استفزاز أهل الكتاب وأن لا يجادلهم المسلمون إلا بالتي هي أحسن، وأمر بالعدل معهم في كل المواقف ونبذ الكراهية المؤثرة في التعامل معهم. وفيها الصدد، لم يشرع الإسلام الجهاد إلا للدفاع عن النفس والحرمات عند الضرورة، ولم يجز بأي حال من الأحوال أن يتخذ وسيلة لحمل الناس على الإسلام. أما المرجع الثاني لمبادئنا فهو سنة جدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم،
قد جاءت تطبيقاتها العملية شارفة للقرآن، وفيها أوصى خيرا باليهود والنصارى، ودعا إلى حق دماء الرهبان والركاز والمنقطعين بالصوارف في حالات الوجهة، وأقام معاملات مع اليهود، وأسس أحكام المعاهدات وحماية الكنائس وعدم مضايقة أهلها، وأقام الزواج بالكتابيات. قد كانت مختلف الأوضاع تعايش الإسلام تعايشا سلميا مع أهل الأديان الأخرى، آثار نافعة على كل ميادين الحياة، بما فيها المعاملات والتجارات والصناعات وتبادل الأفكار. وهكذا تكون حالة السلم والأمان في نظر الإسلام هي الأصل في تعامل الأديان. قد رجع خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده على هذا النهج القوي، فحتى الجزية التي كان أقلها في الغالب أقل من الزكاة المفروضة على المسلمين، أعفى بها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من لا يقدر على دفعها، بل أدخل هؤلاء المحتاجين فيما يحق لهم الانتفاع من زكاة المسلمين. ومن أعمال هذا الخليفة أنه أعطى اليهود والنصارى القبول على حماية معابدهم وأموالهم، وعلى عدم إكراه أحد منهم على التخلي عن دينه، امتثالا لقوله تعالى: لا إكراه في الدين. وله قولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتكم وأحفادكم؟ ومن هذه الأصلين القرآن والسنة استنبط المسلمون نظام الشريعة التي أقرت أحكامها تصرفات المسلمين مع غيرهم من أهل الأديان. وعلى أساس هذه الأحكام تمتعت الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية على نطاق واسع بالحقوق وحماية الأنفس والأعراض، وتمتعت على النصوص بحق ممارسة الدين وما يتبع ذلك من ممارسة طقوسهم والعمل بمقتضيات شرائعهم. كل ذلك كان تفعيلا لما يقرره الإسلام من المساواة بين المسلم وغير المسلم في سيادة قوات الأنفس والأموال. وتعددنا مجال الحقوق إلى العواطف والمشاعر الاجتماعية المعبر عنها في التعامل الله مع الكتاب في حال المرض والجنائز، ومساواة ذوي الحاجة ومواساة ذوي الحاجة في صلوات الوقت. أيها السادة، أيتها السيدات، لقد عرف تاريخ البلد نموذجا حضاريا متميزا في مجال التساكن وتفاعل المسلمين مع الديانات الاخرى، ولا سيما اليهود والنصارى. ومن العهود المشتركه في تاريخ هذا التساكن ما اسرع انه الاتفاق على صعيد بناء الحضاره المغربيه الاندلسيه، حيث ازدهرت بين مختلف الطوائف التجارات والصناعات والفنون وتبادل طبقات الحكمه والفلسفه والعلوم. ولا سيما عندما انتقل عدد كبير من المسلمين من الاندلس الى المغرب في ظروف عصيبه، وانتقل معهم يهود انضافوا الى اليهود الموجودين في المغرب منذ ما قبل الاسلام. ولم يعتبر المسلمون المغاربه اليهود اقليه على مستوى المعامله، بل كانوا كالمسلمين موجودين في كل الانشطه والمجالات، منتمين الى كل الطبقات الاجتماعيه، مسهمين في بناء المجتمع، مكلفين بوظائف ومهمات من الدولة، متميزين بثقافتهم. ولولا جهود المنان والحقوق التي تمتعوا بها لما كان لهم الإسهام المشهور إلى اليوم في العلوم الدينية والاجتهادات الشرعية والحكمية المتميزة داخل التراث اليهودي في العالم. أيها السادة، أيها السيدات، إننا بوصفنا أمير المؤمنين وحامي أمير نضعوا على عاتقنا حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين على السواء، نحمي حقوقهم كمتدركين بمقتضى المبادئ المرجعية الثابتة التي أشرنا إليها، ونحميهم كمواطنين بمقتضى الدستور، ولا نجد في ذلك فرقا بحسب المقاصد الغاية. ونحن في ذلك إنما نحرص على الاستمرار على ما ترجع إليه الإسلام من الأماجد. ويكفي أن نشير هنا إلى ما قام به جدنا السلطان بن الحسن من إهداء أرض تقوم عليها إلى اليوم الكنيسة الأنجليكانية في طنجة، كما نذكر قيام جدنا جلالة المأمون رحمه الخامس ب
للنازية وللمغاربة من بطش حكم فيش المتحالف مع النازية. وما قال به واحد من جلالة الملك حسن ثالث رضي الله تعالى من استقبال الأخبار من استقبال الأخبار أنه استاذي في أول زيارته له لبلد الإسلام. وعلى هذا النهج نسير في تمكين المسيحيين المقيمين إقامة قانونية عندهم من أداء واجباتهم الدينية بمختلف طوائفهم وكنائسهم المتعددة. كما نعمل على تنسيق مغاربة اليهود بحقوق الإنسان وقوة للمسلمين بالدستور. فهم ينخرطون في الأحزاب ويشاركون في الانتخابات ويؤسسون جمعيات ويقومون بأدوار مشهودة في النشاط الاقتصادي. فلهم وجود في استشارة السفارة لجلالتنا ولهم داخل مجتمعنا مشاعر عميقة مشتركة ما يزال يجري حتى أبناء الجيل التالي من اليهود الذين هاجروا إلى بلدانهم من دارها. أيها السادة، هي الوسيلة. لقد كان الغريب سباقا للحوار بالمجال. فبدا استقلاله سنة 1956 كان ينظر كل صيف بدير تيوبليه وهو في جبل بجهات مدينة فاس. كان به رهبان بنديكتيون. كان ينظر تجمع للمثقفين والمفكرين ولا سيما للمسلمين والمسيحيين. وكانت تحضره شخصيات وازنة من أمثال المفكر المسيحي الشهير بمارسيليون. فهذه عملاء الحوار في بلدنا وأكثركم على علم بها. فرغبة أن تهفو قلوبكم إلى الاجتماع في بلدنا للتقاليد العالقة في التسامح والانفتاح لإصدار بيان قويين في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى لا تقل أهمية في المستقبل الحولي. إن تدبير الشأن الديني إن تدبيرنا للشأن الديني في المغرب في الوقت الراهن يجعل من أهدافه الأساسية منع العبث بتأويل النصوص الدينية، ولا سيما ما يتعلق بمنهاج الجهاد الذي أصدر فيه علماؤنا بيانا قويا قبل أسابيع. وكلما تأملنا مختلف الأزمات التي تهدد الإنسانية، ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون بين جميع أهل الأديان واحتميته استعجالية وهو التعاون على كلمة سواء قائمة لا على مجرد التسامح والاحترام بل على الالتزام بالحقوق والحريات التي لا بد أن يكفلها القانون ويضبطها على صحيح كل نوع. غير أن الأمر لا يكفي فيه مجرد التنصيص على قواعد التعاون بل يقتضي قبل كل شيء التحلي بالسلوك الحضاري الذي يقصي كل أنواع الإكراه والتعصب والاستهزاء. إن عالمنا اليوم في حاجة إلى قيم الدين لأنها تتضمن الفضائل التي نلتزم بها أمام خالق إلى رب العالمين والتي تقوي فينا قيم التسامح والمحبة والتعاون الإنساني على البر والتقوى. إننا نحتاج إلى هذه القيم المشتركة لا في سماحتها وحسب بل في استمداد طاقتها من أجل البناء المتجدد للإنسان وقدرتها على التبعية في مشتريات خالية من الحروب والجشع ومن نزعات التطرف والحد حيث تتضاءل فيها آلام البشرية وأزماتها تمهيدا للقضاء على مخاوف الصراع بين الأهل. وإن نتمنى للقاء بإمكان النجاح ونعبر عن ثقتنا بأن ما يجب أن يخرج به الناس من البيان المتوقع سقوطه عن اجتماعكم في تصورها هو أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الثلاثاء 3/2/1437 الموافق للثاني 10 يناير 2016 محمد السادس المغرب ضرب